الوزارة لم تستطع أن تتخلى عن هذه العادة السيئة في التعامل مع ملف أطر التوجيه والتخطيط. معركتنا محطتنا هذه هي فقط للتنبيه والتأكيد والإيحاء على إخراج قرار التكوين، ليس فقط الإخراج. سعيد مناف المنسق الوطني للسكرتاريه الوطنيه لأطر التوجيه والتخطيط. حنا اليوم كندافعوا على التنزيل ديال النظام الاساسي الماده 76 منه، بحيث ان الوزاره اعطيناها الوقت الكافي 6 شهور من بعد صدور النظام الاساسي، ايمانا منا بان كاين هناك مجموعه من القضايا ومجموعه من الملفات اللي تقتضي ان هي الاولى تحل. كان الملف ديال الترسيم ديال الذين فرض عليهم التعاقد سابقا، حتى واحد مجموعه من الملفات اعطينا الفرصه للوزاره، ولكن تبين بانها نسات هذا القرار. دائما بقى الملف ديالنا هو اخر ملف يناقش، حتى في 2023 عندما كان يناقش النظام الاساسي كان اخر ملف يناقش، بل اكثر من ذلك كان البعض يرفض مناقشته. الان الماده 76 لم يتم التنزيل ديالها. درنا البيان ديالنا في 4 يوليو على اساس انه اعطينا للوزاره شهر، طلب منا مشروع قرار، اعطيناها مشروع قرار متكامل راعينا فيه الوزاره اكثر من راعينا فيه انفسنا، ومع ذلك لم يصدر هذا مشروع القرار، وبالتالي خرجنا كنقابه نحتجوا اليوم من اجل تنزيل الماده 76 ومن اجل قرار ديال التكوين، على اعتبار ان الفوز ديال 24 بقى دابا 4 شهور في السنه الماليه ديال 2024 شهر 9 10 11 12، وبالتالي خاص هذا الفوز يتكون قبل ما تم 24 باش يتدمج من 1/1/24. الان احنا هذه وقفه احتجاجيه ناجحه الحمد لله، ومازال عندنا اننا في شهر 9 غادي نبداو، لان هذا ملف بغينا نرجعوا. إذا كانت الوزارة نسات بأن 20 عام وحنا كنناضلوا ربما غادي نرجعوا، ومستعدين نناضلوا حتى 20 عام أخرى من أجل ملفنا ومن أجل حقوقنا. وتحية. رحيم بالجزار، مستشار في التخطيط، عضو المكتب الوطني لأطر لنقابة أطر التخطيط والتوجيه، عضو اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت الاتحاد المغربي للشغل، ممثل لجنة ثنائية لأطر التوجيه لأطر التخطيط مركزيا. احنا اليوم في الحضور ديالنا لهاد الوقفه كنجسدوا هاد الوقفه للمطالبه بالحق ديالنا كأطر التوجيه والتخطيط لتنزيل الماده 76 اللي جابها النظام الاساسي. احنا كما كنعلموا ان النظام الاساسي فجا كيحتاج المراسيم للتنزيل ديالو، لحد الان جميع المراسيم تنزلت الا المرسوم المتعلق بتغيير الاطار اللي كاين في الماده 76. لهذا احنا كجامعه وطنيه للتعليم كنجسدوا هاد الورقه هاد الوقفه باش كنطالبوا من الوزاره انها تسرع تنزيل ديال المرسوم اللي كيتعلق بالتكوين الخاص بتغيير الاطار لاطر التوجيه والتخطيط. وشكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.